شكرا دكتور وليد بيه على المقدمه الجميله انا عارف ان احنا استوينا والمحاضره سبونسرد باي شركه استرازينيكا ودكتور خالد العطافي قاعد يقول انت حاطتنا اخر واحد في المحاضره وانت مش عارف ايه وانا متدبس في المحاضره دي انا بقول له في المؤتمر دايما مش عايز اتكلم محاضرات عشان ابقى متفرغ للتنظيم او ان انا اغطي لو حد من السبيكرز غاب او حاجات زي كده فهو مدبسني فيها والمحاضره دي خالد اتقالت سيشن كامله من ساعتين كان في ضرب نار يعني فيها والدكتور احمد فاللي احنا قطعناه فيها هضطر اقول عكسه دلوقتي وهيبقى شكله وحش خالص يعني فحاول اتوازن يعني طبعا احنا بنتكلم على ال دي واتكلمنا من شويه على الريسك فاكتورز بتاعت كارديو فاسكولار سيستم وعلى كوت كورنر سندروم وان ال هو كورنر ستون حتى هذه اللحظه اللي معترفين بيه وبنقول في الاخر خالص ان هو مش كافي حتى هذه اللحظه ما هوش كافي ولازم ندور على ريزيدوال ريسك افتر LDL يمكن الناس اتكلمت على السيرامايت ناس اتكلمت على الترايجلوسترايد والايفيكت بتاعها ناس بتتكلم على اتش دي ال انما مش كلها ال دي ولكن مازال زال كورنر ستون في العلاج بتاعنا ال دي ال نوصل لفين وننزل بالارقام لغايه فين ما زلنا ملتزمين بالجايد لاينز رغم تحفظاتنا عليه حبايب كده حبايب طيب الكاجواليتي بتوين ال ال دي ال كوليسترول والاثيروسكلروتيك فاسكولار الاستراتيجي بتاع ال ال دي ال انا لو جاي لعيان والعيان ده انا عايز ان انا اشوفه واصلح المشكله بتاعتنا مشكلتنا في الكاردي فاسكولار ديزيز ان هي المين كوز اوف ديس في العالم كله ويمكن في مصر عندنا مشكله كبيره جدا في العالم عندنا حوالي 17 مليون واحد بيموتوا وورلد وايد 85% من الناس دي موجوده في اللو اند ميدل سوشيو نفس النسبه دي تقريبا في الدايابيتس ريليتد ديس موجوده 80% في اللو اند ميدل ايكونوميك كانتريز الدول الفقيره للاسف هي اللي بتعاني من الكلام ده كله واكثر من 75% من الديسيز موجوده عندنا في المنطقه بتاعتنا يبقى احنا عندنا مشكله كبيره قوي في الكاردي فاسكولار وعندنا مشكله كبيره في المجتمعات الدول الناميه ودول الاثنين بيأثروا فينا بالسلب بشكل كبير لو جينا نبص على مصر هنلاقي مصر عريقه في كل حاجه والرقم بتاعها ان احنا الكاردي فاسكولار ديزيز اكثر من 46% من الناس يمكن المشكلة كمان في الهايبرتنشن لما كان الهايبرتنشن كنا بنقول 26% لما نزلوا بالرقم اللي تحت 130 على 80 الرقم ده طلع في مصر ممكن وصل ل 50% فرجعوا عرفوا الارقام تاني لان بالشكل ده هنلاقي الناس كلها هايبرتنسيف. يمكن القصة اللي احنا كنا اتكلمنا برضو عليها قبل كده ان قلنا الديابيتس بتمثل رقم زي في امريكا في 30 مليون واحد عندهم السكر انما في 90 مليون واحد عندهم بري دايابيتس عشان كده حتى هذه اللحظة مش قادرين يعرفوا البري دايابيتس انها ديابيتس انها جزء من الديزيز بتاع الدايابيتس والا ده هيعمل بيردن جامد جدا على الهيلث كير سيستم الموجود في امريكا. نفس القصه عندنا هنا ان ان احنا لو بنتاخر قوي في ان احنا نشخص هايبر تنشن والكارديو فاسكولار ديزيز. كان جزء من الريسيرشز اللي احنا عملناها قبل كده انا ما جبتهاش النهارده عشان المحاضره كوميرشال قوي. ان الدايستوليك ديس فانكشن يا دكتور احمد بتبدا از ايرلي از بوسبل في الهايبر انسولينيك فيز يعني العين وهو لسه ما جاش له السكر حتى ولا دخل في ريبي ديابيتس بيبدا يحصل دايستوليك ديس نتيجه الانفلتريشن بالفري فاتي اسيدز اللي بتحصل في قلب المكرد كل ده بيخليني ان العيان ده لما ببدا انا اعالجه او ابدا يبقى سيمتوماتايزنج احنا بادئين متاخر قوي في العيان ده مش بادئين بدري ولا حاجه لا ده احنا بادئين متاخر وعشان كده دايما انا متحفظ على كلمه برايمري بريفنشن لا احنا بنتكلم دايما على سكندري بريفنشن انا برجع اعيد نفس الحاجات اللي ما برضو العيان ما بيجينيش سالك كده معاه هايبرليبيديميا بس لا معاه هايبرتنشن والاقي في فاميلي هيستوري كورونر كونجست فارت ديز او الاقي الفيزيكال اكتيفيتي بتاعته مش كويسه او الهاي فات دايت ودي مشكله كبيره مش قادر اسيطر عليها في البيت عندي حتى انا شخصيا او الاقي العيان عنده سموكينج او دايبيتس مشكله جديده في الجيل اللي جاي ان احنا عندنا جيل تقريبا مشوه يمكن عملنا استادي برضو على ولاد من 18 سنه لغايه 21 سنه نشوف الريسك فاكتورز بتاعه تايب 2 دايبيتس لانها من 48 ل 52% طب بدأنا نشوفهم في النفلد نلاقي عندهم فات ليفر قد ايه؟ لان الولاد 51% عندهم سام سورتس اوف نافلد بالدرجات مختلفة منهم ناس اف 2 يعني منهم ناس وصلوا الاف 2 والولاد دول كانوا سلام ما عندهمش أي حاجة وأبرنت هيلث فطبعا المشكلة في مصر عمالة تزيد جامد جدا. طب العيان اللي أنا عايز أكيوت كورونا الدروم وأنا عايز أخفض له الال دي ال بتاعه أنا ببدأ من رقم هو جاي لي ب 200 وال دي ال بتاعه 110 أنا محتاج أنزله قد ايه وهنزله بإيه؟ لو جيت انزله بايه انزله بايه يا دكتور احمد بالكريستور المحاضره بتاعه الكريستور يبقى لازم الكريستور صح يا خالد دكتور خالد مرضى كريستور هو اللي بينزل الكوليسترول مفيش حاجه تانية بتنزل غيره انا محتاج ان انزل يا اما 50% من المئة من الاولاني الرقم الاولاني عندي اللي في ال دي ال او ان انا انزل تحت التارجتس اللي حطها لي الجمعيات العلميه زي ما هناخد بعد شويه كده والدكتور احمد كان اتكلم عليها في المحاضره بتاعته بالتفصيل ان انا الاوبتيمم لورنج اللي موجود حسب الريسك سكور اللي موجود عندي لو كان لو سكور ببقى عايز 116 لو مودريت ريسك بحط اقل من 100 لو هاي ريسك بقلل أقل من 70 لو فيرا هاي ريسك هنزعل الدكتور مجاهد ونقول احنا ملتزمين تحت ال 55 ما زلت في هيتروجينست بين الناس وبعضهم وكل ما ننزل في ناس بتستجيب وفي ناس ما بتستجيبش وفي ناس عندها ستاتن انتولرنس وبدات تزيد وبدات ناس تحصل لها مايوبس بشكل كبير جدا ما كناش بنشوفها قبل كده فالموضوع مالتي فاكتوريال مين الناس اللي هننزل فيرا هاي ريسك او في الامريكان اسوشيشن اوف كلينيكال تكنولوجي مسميهم اكستريم ريسك وهي اول حد حط حط الكلام ده في 2018 يمكن قبل الاوروبيان سايت اوف كارديولوجي قالت الجايد لاينز ان انا بمشي في ثلاثه ستيبس الستيب الاولانيه ان انا ادي ماكسيمم دوز من الستاتين إذا وصلت للتارجت أهلا وسهلا ما وصلش للتارجت بضيف الخطوة التانية الايزت ماي ب 10 ملي ما وصلتش للتارجت ممكن أضيف الـ الـ البيس كيس 9 وأضيفهم بالثلاثة بالترتيب اللي موجود ده ما بحاولش أقفز على مرحلة على مرحلة عشان برضه ما أضيعش وقت الناس طب هنا هندي الكريستور 20 ولا ممكن أحط ايزت ماي معاه الجايد لاينز ما قالتش إن أنا ببدأ إلا إذا ما وصلش للتارجت لو أنا وصلت للتارجت بمونو ثيرابي تثبت إن أنا أكمل عليه لو أنا ما وصلتش بروح للخطوة اللي بعديها وأضيف كومباينيشن ثيرابي طب هوايت ستارت كريستور 20 مللي ليه يا خالد؟ ليه نبدا ب 20 مللي على طول؟ عشان أسرع اللي بتقول كده <applause> عشان الجايد لاينز بتقول كده ان انا المفروض ابدا بالهاي دوز مش باللو دوز يعني ما عندناش تيتريشن في الاستاتين خاصة في الأكيوت كورونا إن أنا ما عنديش تيتريشن ده المفروض ببدأ بالماكسيمم توليرابل دوز زي ما إحنا بنتكلم عليه قبل كده الماكسيمم توليرابل دوز اللي إحنا بنتكلم عليه إن أنا ببدأ بالهاي دوز من الاستاتين ما جبتش النتيجة بخش على نيزت مايب ما جبتش النتيجة بخش على بي كي 9 وما هطول برضه فيها الحتة دي عشان نخرج منها طب السوبريورتي بتاع ال ال دراكشن في اتشيفنج الكوليسترول طبعا ده مهم جدا بينزل يمكن في الجوبتر ستادي كان بينزل اكتر من 50% والاتش دي ال اتحسن يمكن ب 4% مقارنه بالبيت الحاجات الحته الحلوه قوي اللي هو الهاي سينس في سي ار بي والسي ار بي ده ما ينزل معناه ان الكرونيك انفلاماتوري ستيت بتقل ودي حته مهمه جدا في البيليوتروبيك افكت اللي بيجي بعد كده في الاجريشن او الريجريشن بتاع الاسيروما اللي بتبقى موجوده مع الحاله اللي زي كده نفس الكلام ان احنا لما جينا نقارنه بالاتروفاستاتين 80 كانت النسب احسن كتير منه رغم ان الدوز بالفول دوز بتاعه الاتروفاستاتين افكت على الاتش دي ال برده كان بشكل كويس جدا مقارنه بالاتروفاستاتين 80 لو خرجنا من ده بسرعه وجينا نروح على البروتكشن اللي هو البيليوتريبيك افكت اللي احنا بنتكلم عليه ان هو لا قلل لي في الجوبيتر برده الصدي الريسك ريدكشن حوالي 44% والتوتال مورتاليتي ريليتد للكارديو فاسكولار قلت بنسبه 20% وده رقم سيجنيفيكانت جدا برضو لو جينا نبص عليها من شكل تاني دي التجميعة بتاعة الايفكت اللي إحنا بنتكلم عليه الميوكاردر الإنفاركشن والستروك 40% و44% الستروك والكارديو فاسكولار ديس 47% إجمالي الكارديو فاسكولار ديس في الكيدني زيز أو الأول كوز مورتاليتي مع كورونا الكيدني زيز قلت ما بين 44 و45% ودي أرقام ممتازة جدا. طيب الكارديو فاسكولار إحنا محتاجين الميجور أدفارس كارديو فاسكولار إفكتس تقريبا في حوالي 400 مليون واحد في مستوى العالم شغالين دلوقتي على كريستور وجايبين نتائج كويسه جدا فمن الدراجز اللي ويل ستادد وويل نون جايب نتائج كويسه جدا طب واتس بياند ال دي اللي احنا قاعدين نقول من شويه ان ال دي مش وحده مش كافي احنا ممكن ننزل بال دي ال ويفضل برضو عندنا الاسس وعندنا المشكله بتاعتها موجوده ده البيليوتروبيك افكت اللي بنتكلم عليه للستاتنز والبيليوتروبيك افكت ده ممكن يدي نتائج فوق اللي انا جبتها في ال ال دي ال ان ممكن يحصل الاسس كلوز يحصل لها ريجريشن وتبدا تقل مع العينين دولا فبالتدريج يحصل لي امبروفمنت او ريجريشن على السروما اللي موجوده او الكوليسترول بيلدنج اللي موجود يبقى احنا لو هنبدا هندي للراجل ده 20 روزوفا ستاتين اللي هو الكريستور طيب لو احنا هنقول ان الكريستور زيه زي الجينيركس لان السوق مليان جينيركس دلوقتي لا طبعا البراند عمره ما كان زي الجينيرك لا في فرق بين الاثنين سواء بقى ان ده بيجيب 70 او 80% من الافكاسي بس بالنسبه للجينيرك طبعا اللي موجود في مصر كوبز مش جينيركس وان احنا ممكن نقول ان بايو كيفلنت فيها اختلافات في ديفرنشال كيميكال فاريشنز موجوده الادفيرس افكت البيوريفيكيشن ولنا في الفارزرتان والمشكله بتاعته اللي كانت حصلت قبل كده خيط دليل على الكلام ده انه بيشنت اللي, اللي ما الستاتين في ثيرابوتيك دوز لا احنا محتاجين ندي للناس الهاي انتنس ستاتين باللو دوز بالهاي دوز اللي موجوده خاصه الناس اللي كان عندهم اثيروسكلروتيك كارديو فاسكولار او اكوت كون سندروم طب في حته مهمه جدا على الادهرنس لان احنا في مشكله في الادهرنس بتاع التريتمنت، احنا بنبقى كاتبين في علاج للسكر وعلاج للضغط وعلاج للكوليسترول وفيتامينات وكلام ده، اتفاجئ العيان ملتزم قوي بالفيتامينات وساب علاج الكوليسترول، ونرجع نقول للعيان ان الادهرنس ده حاجه مهمه جدا ان الناس اللي عملوا في الاستادي اللي موجوده دي، الناس اللي كانوا الادهرنس اقل من 80% كانت نسبه المورتاليتي فيهم اعلى بحوالي 45% في الشكل اللي موجود ده وده كانت نسبه كبيره جدا ان احنا نشوف الناس دولا وكان عدد الناس اللي في الاستادي دي حوالي مليون و900 واحد كانت 44 استادي وعملوا لها ميتا اناليسيز يبقى الانيشال دوز افتر ميكارد انفكشن الهايست دوز او الهايست ماكسيمم توليرابل دوز من الاستادي مش عايز اطول على حضراتكم اكتر من كده ولكن احنا عايزين نتكلم كلمتين بس اللونج تيرم كارديو فاسكولار اوت كمز اللي احنا محتاجينها الهاي دوز من الاستاتين بالذات افتر مايكارد انفاركشن اللي ما بتحطش من الاول ولكن تحط مع الفيلير اوف تريتمنت للوصول للجول شكرا لحضراتكم واسف لو طولت عليكم <applause>